شاء الله على رئيس مازين. ها شو الحين مازين، انا ما اريد اظهرك منك بتصيحين. ها ريوس نصحتي ترى بصورك. ها مازين شو تجيب لي صياح ما ربي اسمي شلت الدنيا من الصياح. يا ربي يلبزمك ترى هبلات التيار. مايا الحين انا جاي من ناكل هنا على سبك انت ليش زعلان انت مني؟ اشرب بك صور معك. انزين وين بعد كنت بصور وياك؟ ثمي ممزور خس. وقت الفطور وقت الفطور ثمي خس واصور يضحكون علي العرب. لو تبيني يعني شو يعني شو قصدك انت؟ بس شو بصور معك؟ انت رئيسه في اي مدرسه؟ لطيفه سكول فور جيرلز. ايوه لطيفه سكول. انزين مدرسه شيوخ؟ ايوه. شيخ انت؟ لا. مايا انت شيخه معانيك بادبك وباخلاقك وباصلك بفصلك، انت فنانه بنت فنانين. اسمعي رئيسه الحين انت باي صف قلتي لي؟ خامس. زين شو يعني النتيجه كم بالمية تيبين؟ 80 90؟ مو اعرف بعد ما قالوا. تعرفين انت كم بتيبين؟ شو تشوفين انت؟ اكيد يعني زين. كم بالذين؟ 80 وبال 70 وبال 90؟ يلا بين؟ يلا مع السلامة مايا. مع السلامة. هاي يوم يقول لك من الباب للمحراب، هذا باب أبوي أحمد بن محمد وهذا بيت أبوه. أبداً بينهم أبوي مخطف طريق. ينطبق عليه قول من الباب للمحراب. الله لا فرقكم إن شاء الله يا ولد خالي، يحفظكم إن شاء الله يطرح البركة في ذريتكم. علومكم شباب، أنت شو اسمك؟ سهيل بن سيف. هي. قبيسي. إنزين وأنت؟ سميل برا. كملوا اساميكم كامل عدوها. اسمه كامل وانت اول؟ سهيل سيف بن شو ها؟ مال ولد العيوز شو هذا؟ سهيل سيف محمد احمد هامر خلفان خلف القبيسي. اشكر فنك. نعم انت؟ احمد محمد سعيد. زين وانت؟ نفس هو هي؟ بس هو هو واسمع عبد الله. هي والباقي كله نفس الشيء. انت عبد الله احمد محمد سعيد مختيه. والنعم. وانت محمد طار محمد سعيد محمد مختيه. والنعم. يلا بارك الله فيكم. ايش اسمك انت؟ ايش اسمك؟ منو؟ اي ها ولدك؟ ايش اسمه؟ محمد بن سيف. محمد بن سيف هذا الزين. يلا في مال الله اكرمكم الله. مشكورين وما قصرتوا. في داعة الله. مشكورين مشكورين. زين مساكم الله بالخير. اقول لكم الحين جري بوصل للمزهر بتمسح بسير اصلي وبنتلبس وبندز بالحيل كله. وين بيموت اليوم لين هذا من المشي لين يوم المشي هذه يلست بالهيد بيموت لين الساعه كم بيتمشون؟ العلم عند الله. الخلاف وين بيصيرون قم ابو محمد؟ الله وادر. الله اعلم بهم. ما يدري شو الخلاف وين شو العلم شو الخبر وين السيره وين ما عندي علم. كان اللي عارف انه بنسير بيمول لين الساعه 2 و1 ونص صلى العصر. ما يبالي كلام سايرين ابوي بيمول وبنايس ابوي لين مرة يروغونا ان الله رد. الحين قريب نوصل لين ابوي هالموقف. ما في تحط ما ادري شو تقول رقم عند الباب وتدخل. اظني هذا يد اجار نحول لين حول ما تعرف شو سالفته. اول ما وصلنا سيد ابو محمد قاعد يسيرون والله شيء زاري بشوف والله يبي يشوف الكولكشن الجديد. عاده وصلنا المحل هم دخلوا وانا من راح وراهم سيد على طول. يميز محل دبيمون بشيء زاري بشوف انه الكولكشن النسائي متوفر وبكثره. قسم الريايل كل شيء فيه عندهم والاكسسواريز مال ريايل وشناط وما ادري شو وايد اشياء عندهم ما شاء الله. وكالعاده ابو محمد ما شاء الله طلبياتها اللي تشوفونها المراضيم كلها اللي يروحها. فكل سنه بالله كل سنه في الاعياد في المناسبات الاعياد يوم يقرب العيد يصير ياخذ عاد حق عمره المعول. انزين فعاده يكون اني ضربه. فشو اللي يستوي على الله يحفظكم؟ اللي يستوي انه كل اللي موجودين وياه كل واحد ابوي له لبستين، كل واحد لبستين يختار عاد على هواه المقاس اللي يباه، القياس اللي يباه، الميديل اللي يباه، مخيرين. ما
وعلى ما تحيدوا من يومين ثلاثة ما تحيدوا يوم أخذ خمس اللبسات هاي لا لهالنمونة عوديات تحيدونها بس تم الرصاصي أنا ما أخذت منه تحيدون أخذت كل ألوان ما عدا الرصاصي وهذا الرصاصي اليوم بيجي زين أختار عاد نمونة ثاني بعد واحد ثاني أن شو لأنها هو قال أن كل واحد لبستين أنا الأسود كل ألوان عندي رصاصي ما أخذت الحين بأخذ ثاني شو عاد ما يندرى العلم عند الله المهم إذا الله خير مشكور وما قصر من حول اللي الحور صراحة زينات وفنانات ينفعل هو بس في تواصل فوقه يقولون يقول بتوصف أن غنية وحب الهدية فوق يسمن تحت يسمن ونطرش بربرة يزيدون يسمن شريته لبعكم إن شاء الله إن شاء الله زين زين أنت وأنت قبل قريبان وأنت أبوي بن سيفان من الخان إيه زين زين ما رحمة تتخذ له بعك؟ نعم خلاص زين بقول لك شو الجديد لو الجديد ما بطهر ويهك بس اللي تجي يلا يلا يعلي ابنك الله يحفظك ما طعي خلينا نصور اللي يميز محل شيزاري باشوتي في دبي اللي في دبي مول انه في كولكشن نسائي مديلات نسائية والله جميلة شيء مديلات مال رياضة مال بنيات صغار يعني في تشكيلة يعني حلوة عندهم غير انا ما افهم في لبس الحريم يعني ما اعرف له ما اعرف لبس الحريم ما او ما اعرف اشرح انا ولا اجيب طاري ولا ما في الوقت اللي خطف السنين الاوليه ما خلي شيء ما اعرف مديلات الحريم كل شيء اعرفه واخذت البليس وداوي يا غير نسيت ما ادري الكبر ما ادري الابواق يمين الدنيا صرت اللي في مارينا وتقول له وين اكثر عنده اكثر بيمون اكثر المعروض اكثر والله شيء بعد موديلات رجاليه غاويه يعني لكن احس بها شبابيه يعني شيء طبيعي ما يصلح لي انا يعني هما شباب هب مالي انا انا كان معبر الدهر بلبس هاي زينات مال بنيات بعد يعني ما بمال بنيات بنيات يا حالو لا يعني شي منتهضات يقوم ب13 15 يبني شكلهم هذا خاصة اللي صالج بعد تراهم ما برخاص والله بهاي كل حكي والله تراهم دقة رزق والله غلاي يعني يلك شي ولايتي زين قالي ثمن بغى شي وده شي كل شيء ابوي انا قال لك من قبل السلعه الطيبه سعرها فيها السلعه الطيبه سعرها فيها اقول لكم واحد مطرش لي والله هي هذيل هو امير اللي ينسار وياهم هي نعم يسير ويا طرطنقيه ما عندهم بيز يحشوها عينهم لا يا ابوي ايش خانك يسير ويحب ما تهون عليه البيز ما تهون عليه البيز يبي يحط يديه في مخباه تحرى عجاره فيها عشان ما حدني لا والله اللي ابوي حيده ما يطنزل هالبيزة هذا بسير بي وياه واللي ابوي يجلس يحاسب على الدوكره وعلى الاربعانات والربي وين سايره والله يبوك ما يتشاف لازم يعطيك يسد انك تحس انك تمشي وياه وتسند على يده هذا روح يسد ما حد محتاج اللهم لك الحمد الناس كلها بخير وسهل ما حد عليه قصيره في هالدار يا غير البخيل بعد ما يتشاهد بخبرك اني اسير وي ويا واحد يزيق يحط يديه في مخبار هل يزيق يحط يديه في مخبار والله يا ابوك فراقه عيد نعم توني شو سالتك قبل شوي اول ما يتعدالك قال لي شو الشغل بين دبي وابو ظبي قال له ابو ظبي منيح قلت لي ليش قلت له لانه السيد خالد اجى صور عنا هون انت خالد تعرفه لا والله ما عرفته بس هلا قالوا لي شباب انه السيد خالد عنا تشرفنا فيه اللي مشى اكثر شو اللي انا اخذت منهم صح مشاركتهم كله الحمد لله لانه هو بضاعة مضبوطة يعني تعرف ليش مشى مشى لانه ايطالي 100% مش عمالة خارجية وقالوا لا حرفيين ايطاليين معروف لدى الكل اكيد الاوستريش هو من افضل انواع الجلد عمال ومعروف انه صناعة ايطالية طبعا مش بس اسم طبعا اكيد والمحل اللي يصير له الكريم ما يصير له البخيل شو السبب لأن البخيل ما تهون عليه البيزة الكريم ترى ما يطمزلها لا وكان ريتو يسوون للسعر
ما يعطونا اي حد غير سعر الليلة. هو ما ادري كم يسوي له خصم كم بالمية هاي الحكي يا غير. ها مسوين عليه بويه شفت لي يقول مسوين عليه خنتية ضب ضبين عليه يدروبه كمبني. شوفوا حليلي انا بتفيزر حتى في زيرة والله ما حد قال لي كم الخبر ولا وين انت ساير ولا شو علمك ولا شو خبر والله ولا حد تكربي. ابوي ترى المال المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان. المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان ما يبالي رمسه يبين كم ماشي حتى ما حطوا قدامي ولا حتى قال لي حد شو رايك ولا بكلم متجمعين هاك شو كلم كم ادمي يميع الوادم دور ما دار مثل يا ربي يا الفندال تحشو الفندال اسمي الفندال. شوف شو يحيد الفندال الاول من موسم لين موسم الحين مكود ابوي الدنيا اللهم لك الحمد مريوده وين ما تصد. ليلة كان بخبركم الفندال مال خارج غير عن فندال العربي يعني مالنا المتعارف عليه. فندال مالنا روحه ريحته خنينة. اجواء دبي مول اجواء رمضانية شيء بيتوتي شيء فنان ريحة رمضان تعطعط في كل مكان. يتروالي كنا حر شوية حر وين بنسير عن الحر هاي بلادنا يعني شو يعني أنس كان براد يعني ترك اليوم حر. حب مرحبا بولد خالي شحالك حبيبي يلا غايته الوعد بس خلاص أنا بأخذ لي لف وبيكم يلا الله يحفظك رياضتي الله يحفظك ما بتكون في الممشى ما بيوحيلي الشمس وعد هواتف فوق شوفوا ها شبد السماء وحر ونسرت لين هناك واير بابطي لين فتشة بيني وبين الممشى وبيخطف علي الوقت وانا بعد ما وصلت. فاقول لكم اللي تشوفوا القاف ما شاء الله هذا القرموص قرموص القاف هذا تشوفونه هذا اللي عند الدبه شوفوا ما شاء الله تروم التمزرون يواني منه ها شوفوا ها هذا شيء لا صار ولا استوى للطعام طعام الدبش يا سلام سلم مكود كمية مهولة على ما تشوفون مد النظر. تدرون الأول في العين شي يسوون هل بالدبش عاد هل بالدبش اللي قلبهم على الدبش إن فوادهم على الدبش اللي فاد على الدبش غير يحاضي الدابش شراته ما يحاضي عياله فيلقطون اللي تشوفون الحنبل هذا والقرامات الزهرة يسمونها قرمو حنبل اللي يظهر في السمر وفي القاف هذا الزهرة مالته. أبوي تسوي خنابيل كل عشرات العناقيد مثل اللوبيا شو اللي تشوفون هذول بخير الله يسلمك جريب الله يسلمك على الله يحفظك ما شاء الله عليكم اتمنك ساير با على ما تشوفون يعلي افداك الله يطول بعمرك شوف على ما تشوفون غاف ما يقولون قطع غاف يقولون بنيني غاف هي تحمل يا ويلك لما تشوفوا هذا عادة من يبس يحد يتكود تحت يجمعون ابوي بيواني ويطعمون من الدبش الدهر فيطعمون الناس اللي من غير عاد مثل ما قلت لكم اللي فاده وقلبه على الدبش يبون عمالهم يينون هذا ويجمعونه ويحطونه بيواني يواني على ضروري تكون ما بمن نايلون لا لازم من يواني من خيش يعني قصدي ابوي بخاخير يحطون بخاخير ويازمون يطعمون من الطارف يخالطوا ويا السبوس ويا الطعام شوفوا ها كواويد والله شوف الله عليكم ها والله يا ابوكم ودك حتى تاكل من زي ها ها ها, ها. والله ها يتخرفش والله كواويد ها روح يمزل لأربعة لو ست يواني لتحت الشيرة هاي روحة وطالعوا ها طالعوا خير اللهم لك الحمد طعم للحمة الدابشة لحم هاي غادي دوا ريحة التحرام مسك اللحم شمنة من هذا اللي تشوفونه
هاي عادي ينينونها هذه بويا عادي يني أكرم أشهد لا إله إلا الله ثمارها بويا أكثر عن ورقها لا إله إلا الله شب الله عليكم ها 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 هذا حين ها دفرتين ها شيء طول والله وينكم يا هل بالدبه المزهر ما شاء الله تبارك الرحمن كل بيت أخير عن الثاني ريحة العرب تشدخ في أطراف البيوت سبحان ريحة العرب تروحها مسير يومين ترى العرب أخبركم لهم ريحة معينة ريحتهم تفتش الصوع منازلهم حتى ريحة بيوتهم مخطفة بخناخيشهم اللي بين البيوت العرب ريحتهم وين ما تخاف تروح ريحة العود والريح الطيب الريح الزين الخنين الفنان حتى ريح يوم بيشوون سمك يهب عليك يا غير التحراه صندل شاوين تحراه حارجين صندل ما بشاوين سمك اللي يفرق بوي بين البيوت اللي عندنا يعني في الخليج مثلا والبيوت اللي من غير اللي في الدول اللي من غير تروح ريحتن غير سهيتش ربعنا عيال الله يحفظكم القافة هذه على ما تشوفونها مرة دق الرصيف وهاي خدتها بعد يا غير هاي صغيرون وهاي يجي عودة انزين بوي موجه حق منو حق المسؤول عن هالفريج البلدية بيكون ولا ما عارف منو المسمى اللي هو مسؤول عن هالأشياء دخيلك يا المسؤول ينك ابوي توجه المعنيين ابوي ما يقصون القاف حتى لو ابوي على طرف رصيف ها على ما تشوف هاي القافتي ما حد يقول ليه ابوي هذا اخير حتى لو تي على رصيف برايه ببني ابوي شرقها وغربها وبخليها لو كاطب درب اللي بعد ما بعميان ترى يشوفون الدرب شيرام عمره الناس تستفيد منها ظلتها غليظه اخيرها من هالسقم شريش هذا على ما تشوف بعد شيء كم وحده هناك دخيل والديك لا تقول هنكمل خبر بعد هذا حد جاي كنا زين اقول لكم لا تقول لك كم لا تقول برق نعم حميد بن عبيد الشامسي نعم. انتم سكان البقعه هذه تعرف حد في البلديه ابويا بلديه ثانيه تبعكم انتم شو عندي تقول ابوي حق اللي مسؤول ان هذا القاف اللي في الطريق القاف هذا نعم. ما يقول لك كم الخبر يخلون على وكل الله لا يبنون عليه شيء ولا شياته رمس ستم زين العلزي وما رمس ستم ترى حين الرمس وصلتهم جزاك الله خير الله يرحم ترى شيء وايد فنان الله يرحم والديك يطول الرجال خبرته كان يعرف حد يقولهم ان هذا ابو هالشيارات ما يقولهم كم الخبر دخيل والدك يا ويلك من الله بعد انت انا ما بسوي رياضه كان كل دقيقه برمس ويا حد هي تيمل دخيلك لا تخلي حد يصكها اوكي حبيبي تعرفون شو الحل؟ ما شيء إلا أبوي أجري في نص الرملة في نص الرملة ما حبي خطف بيتروعوني غنزون كل دقيقة بوقف في حد كان كل دقيقة بوقف في حد ما شاء الله يسمي بالبيت هذا يحافظ علينا البيت دق لي واحد من رابح توه يقول لي خالد أنا في كل سنة في هالموسم أليم تقريبا 5,000-7,000 يونية 5,000-7,000 يونية تحم بالأليم كل سنة يقول هالوقت قلت له والسنة شياك قال لي كذا رمضان وانا انزين ما شاء الله عليهم يوجفهم ابوي رملة ولا قهر ما قالوا والله والسنة كذا رمضان قلت له ابوي ما بكذا رمضان كذا البخل كان يبتلك عاملين وحطيت كل واحد بعطيه 1,000 درهم مال بالنول بالنول كل واحد بتعطيه في الشهر 1,000 بي ليمون لك ابوي الدنيا كلها بيلقطون ما تشوف عينهم كيف حالك شو اسمك انت ها عتيج بيت خدي احمد غدير احمد انتني ما ادري تسوي هني شو تسوي تاخذ فطور اي زين من وين الباب مالك مال باب تكون مدرسه امريكانيه زين تنسيت وين وصلت أقول لكم لو تحط أبوي 1,000 درهم للعام يا الله يحفظك بسم الله عليك الرحمن الرحيم زين أقولكم هي يحط له مثلا هلأ نبغى عادم نوي على الله يحفظ هالرجال اللي كان يحفظ ويلات هبزين تدعون على هاللي يحفظ ويلات تدعوا له بالحفظان وبالهداية وإن الله إن شاء الله دق بعصا تحروني ادعي لهذاك الرجال ترى هاك بخيل وانا قايل لكم البخيل عاد هو يسمعني حيدا هذاك بخيل والبخيل انا ما ادعي
يعني ما يب طاري، يعني ما بني لا دعيله ولا دعيله ولا سبه ولا يخص فيه، غير شوي شوي خفيف، لا بد من الهدار، لا بد ولا عذر. اقول لكم مثلا لو اني حط عامري في الوقت هذا الحين وقت الحنبل، هذا حنبل القاف، حنبل السمر، شكرج الحنبل مال السمر ترى يظهر من عسل السمر، فما بارك الحنبل شيء غدي، هل اشارات العيوب اللوبيا شكر كانك تمص قلم. انت الدبش وقت السمر ياكل فراخ السمر والجباب مال السمر، هذا شيء غدي الحمد تندوى انزين. فاقول لك تحط لك في وقت الموسم عامل ولا عاملين بكب كل يوم يسرح الصبح، تسرحهم ابوي من صباح الله خير. بكب ابوي البكب اجاره كم في اليوم؟ 100 درهم، والعامل تقريبا 20 درهم لو 30. هاي ابوي نعمه، ابوي مو انت تسدك تقريبا حول كامل، هيبتي مع 7000 8000 يونيه، شيء مكود شيء طول. ما شاء الله يا هي بيوت، اللهم لك الحمد، سبحان من غير من حال الى حال، اللهم لك الحمد. تنام؟ نام روزا صوم؟ صوم ولا ما في صوم؟ تحمل، بيشتلونكم بصير حافظ على هالرجال راعي الارض هذه، ها؟ مقيطن ابويه بيته دور ما دار البيت ابوي كله قاف، ودور ما دار ابويه عابد كامل، هب عابد مثل مصادر الرياح يعني. مسيبلو وهناك شو مسيبلو وحريه وشو بقول لكم، هذا هو راعي دبش، هذا راعي المكان، هذا راعي دبش فنان. ايوه مشتل ثره، شوف انتم اقواه هذا، فيك حيل وقوه تسوي هالشيء كله، لكن كله زارع ابوي، زارع هذا سدر وهاي الاشياء اللي تشوفون شوكيه كله قاف وقويف. يا حافظ ها ابوي دواك، ابوي من اعطيك جائزه انت راعي المشروع هذا، جائزه كل زرع قاف وقويف وقرط، يا حافظ على ظهر انت سلت منه، يعلم من يابك الجنه. ها شوف الرجال ابوي عاد ما يندرى بمنو، لكن يستاهل جائزه والله اللي نسوي هالمشروع، قاف وقويف وسمر وكل ابوي الاشياء هاي مالت اللي تظهر في بيئه، هاي الاشياء كلها تظهر في البيئه اللي عندنا، بيئه الاماراتيه. ترى هاي شير الامارات، انت شو تحرق شير الامارات؟ الخوخ والتين، تامر في البساتين. شوفون ها هاي ابوي بيئه الامارات وهذا انتاج الامارات، لكن شو عاد انتاج عصمن لي لكل الدهر، يفنى الدهر وهي ما تفنى. على الله يحرمه ويه والديك عن لهيب جهنم، يا من زرعت هذا الشيء ويا من اعتنيت وسويت هالدنيا كلها، لو حتى بيزاتك يا قير اكيد انه شيء زين، منو يسوي الله شيء فنان وقوي. بارك الله فيك، نكمل طريقنا. السلام عليكم، كيف حالك؟ اقول لك هذا يا كسكاغار، هذا البيت اللي هكذا قدام الزراعه ما تعرف؟ ما في معلوم؟ زين بارك الله فيك. حليلهم هاي ابوي ملحفينهم محجبينهم، بيكون في رمضان بس ملبسين هالحجاب. هي والله حسبت شو هذا، ما ادري انت يا راعي البيت هذا شل ابوي هاللي فوق هاي، انت تراك انت ما تخف عليهم الحروره، انت تزيد لهم الحروره، هذا لازم يكون ارتفاعه عن الشيره على الاقل متر. بيته هاي قدام هالرنج وقدام هالشيره ويعرف عمره، اكيد انه يعرف. انزين هو يعرفك، انا ازيده زود في العرف ابوي، لازم اذا بتحط انت واقع عن الشمس يبعد عن الشيره مش اقل عن مترين او متر ونص اضعف الليمان ضروري. على كل حال اذا تحط انت هذا العازل الحراري على اساس انه يبعد الشمس ظله، على اساس انك تستفيد انه يظلل، ترى هذا ابوي ما يظلل، هذا ابوي يزيد للهرموز ملح. هذا ها شوف ها ابتدت الاوراق تتحرك من شو له هي اللي تستوي. قلت لك ها ما بكل يوم انا عاد بيك، ها اليوم خطفت عاد بالصدفه وخبرتك، خدت في النصيحه زين على زين، ما اخذت على الله يحفظك ويسر امورك. هالفنان الغاوي شو اسمك انت ابوي؟ شو اسمك؟ عبود؟ ماشي عبود، عبود هم القيبين هني عبيد. من العين بعد من العين؟ ابوي انت شو اسمك؟ راشد. حاضر شفت؟ قال راشد ما قال رشود. راشد من هالوين ابوي؟ اثر فيك سموم العين. غادي ابوي حنطاوي ما شاء الله عليك. اوكي ابوي على الله يبلغ فيهم. على الله يسلمك، في مال لا ابوي؟ مال لا رشود. حليل انا كان الحق على الفطور ابوي زين، وايد تاخرت ابوي على الجماعه.
ها شوفوا ما شاء الله غاف وين ما تصير. الله يسلمكم يا ينون. شوفوا الورق هذا الخبر اللي تحت هذا الخبر مرة اللي كأنها رويد خبر هذا مرة الخبر هذا يينون ويمتشونه. شوف طريقة اليناي ها حتى لو في شوت ها من تقبض يديك ها ها شوف طريقة اليناي ها 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 شوف ها أزم صلب ها وانت تمشي ها تين عدها شوف ها الخبر ها شوف هذا ها ها ويمتشونه ينقونه زي ما ينغسل وينهب زي ما زين ويمتش يمتشوني على الله يحفظكم ويسجد يسوون لعادة مرقع على هامور ولا على تنعد واحد من الاثنين العادة سجل. يا سلام رغبوك سكر الباب شير لا صار ولا استوى انحصل عادة صالونه لازم ما بمرقه لازم عيش عادة ضروري يكون لبشي العيش لا بد انه يكون لبشي لين انزين ويفتون ابوي السمك ويا العيش ويمرجونه بالمرقه يدقون لين يغلي شرات المخ يتجانس ويشرون شرات ما يشرون الهريسة بالدهنة لازم عاد يكون فيها الويمية شرات المخ شفت له الملخية هنمون يغدي غير عيش لين لبجي ويا يسمونها مشيشة غاف عادهم العرب يسمون مشيشة يكون أبوي إنه إذا بيوقت الأكل ينشر شرات ما تنشر العصيدة والهريسة والساقة وعلى هالتكاليف ويغدي غليظ أغلب على الهريس تاكل منه يعني بتقص قص ينقص وش غدي لذيذ ماشي شرات القوة اللي في الدنيا قوة العفاريت تازم فيك يازم فيك قوة العفاريت تبارك الرحمن عاد في خله خلته على الله يحفظكم انه يبس البطن شويه يبس البطن ما بوايد يبس البطن شويونه عاد المشكله شو كان بيأذن المغرب وانا بعدني ما وصلت واللي تروالي باجي لي تقريبا 700 متر ان شاء الله يوحي لي كني من رمس وياكم كان بالصبح انا واصل لكن الله ما بفاكني هذا ادمان هذا شو يسمون ال 700 متر كيلو الا ربع الله رحمني فيه خطف جدايه عدال يعني خطف عبد الرحمن محمد لاعب المنتخب جزاه الله خير ويا ابني ابوي ليه بتقول ابو محمد شكرا ابو محمد شكرا طال عمرك جو الجماعه كلهم الحين يتريون هبي تريون لذان تريوني انا شادين عني شيء عاد حينه من عقب ما تجري تدخل تاخذ لك سبح بمبارد بارد مره من هذا بفر مره موت ينبك يجشعر يخليك تبغم بربك لي خارج جنك هي نعم عاد حين ترد خطر عليك تقرب الحصى هذا ترتيبهم جماعه يقول من يد المغرب يسوي يتجمعون على صحه والبينه وهذا يتجمعون يصلوا هنا جماعه